40 سنة عدوا على تحرير هذه الأرض العظيمة. أنا فاكر كويس قوي يعني بداية معرفتي وحبي وشغفي بالوثائقيات كان فيلم وثائقي زمان عن سيناء وثرواتها، وكان المعلق الصوتي عليه الكاتب الكبير والصحفي العظيم أستاذ صلاح حافظ الله يرحمه رب، رئيس تحرير روزا اليوسف الأسبق. يعني كان تعليق عبقري، وهنا اتفتحت قدامي آفاق الأفلام الوثائقية، واتفتحت قدامي آفاق سينا، فبدأت أقرأ عنها كتير جدا. سينا بالمناسبة مش بس أرض الفيروز كما نتحدث عنها، ومش بس أرض الثروات، لكن هي الشاهد على إنجازات تنموية وحضارية غير مسبوقة في ظل مشروعات أقل ما يقال عليها أنها المشروعات العملاقة. أنا أدعوكم لمشاهدة فيلم وثائقي مدته تقريبا 18 دقيقة عاملينه هنا في قناتنا الأولى وبرنامجنا التاسع. هسيبكم مع هذا الوثائقي ومش راجع تاني، هنروح على رأي نيلي، وبكرة بإذن الله سبحانه وتعالى نكون موجودين معاكم وبرنامجكم التاسعة. سلامات. لقد نصت معاهدة السلام على نقاط بالغة الأهمية، منها إنهاء حالة الحرب بين الطرفين. لا يملك أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم، فمصر هي المحراب، أحبها من كل روحي وتمي. I'm not ready at all to submit one inch of my land. لن يستطيع أحد ولا أي قوة في وجه الأرض هتقدر تنال من مصر ولا من شعبها. مصر الحضارة والتاريخ، مصر العراقة والجمال، مصر القوة والفداء، مصر أيقونة السلام، يشهد لها التاريخ وتنحاز لها الجغرافيا، يقف وراءها رجال وأبطال مدافعين عن حقوقها وترابها حتى النفس الأخير. وعلى مر التاريخ كانت معادن رجالها النفيسة حاضرة في مواجهة جميع العداءات التي تعرضت لها. تحمل سيناء أهمية كبيرة ليس لمصر وحدها بل للعالم أجمع، فهي حلقة الوصل بين آسيا وأفريقيا، معبر حضارات العالم القديم بين وادي النيل ونهري دجلة والفرات وبلاد الشام. تملك وحدها نحو 30% من سواحل مصر، مما جعلها دوماً جزءاً من التاريخ، بداية من عصر الدولة القديمة مروراً بالحملة الفرنسية والحرب العالمية الأولى، وصولاً لأعمال التنمية والتطوير والازدهار التي تشهدها حالياً. يعد تاريخ 25 من أبريل عام 1982 محفوراً في ذاكرة الأمة وعقول الجميع، حيث يظل شاهداً على رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها بطرق سياسية وتحكيم دولي. سبقهما انتصار عظيم أعاد للأمة المصرية والعربية قوتها وريادتها. إنه نصر أكتوبر 1973 الذي نجحت خلاله القوات المصرية في اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف واسترداد السيادة الكاملة على القناة وجزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975.
حرب أكتوبر 73 مهدت الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد على إثر المبادرة التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات في نوفمبر عام 1977 بزيارة الكنيسة الإسرائيلية. عندما تدق أبراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب، وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت. والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 من سبتمبر عام 1978. ويحتوي الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. حتى وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعاً منهما للضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. والتي نصت على إنهاء الحرب بين طرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قوتها المسلحة وأيضاً المدنيين من سيناء، وأن تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة عليها. وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء، ففي 26 من مايو عام 1979 رفع العلم المصري على مدينة العريش، وانسحبت إسرائيل من خط العريش رأس محمد، وبدأ تنفيذ اتفاقية السلام. إنه لشرف عظيم حقاً أن أكون أول جندي مصري يقوم اليوم برفع علم القوات المسلحة المصرية على أرض العريش بعد غيبته 12 عاماً من النضال الشريف. أما المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء، مساحة 6000 كيلو متر مربع من أبو زنيبة حتى أبو خربة، فكانت في 26 من يوليو عام 1979. وفي 19 من نوفمبر عام 1979 تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام. وفي التاريخ ذاته جاء الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبر ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. وفي يوم 25 من أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية، على مدينة رفح بشمال سيناء ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاما، وإعلان هذا اليوم عيدا قوميا مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلاً في مشكلة طابة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء. حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف. وفي 13 من يناير عام 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى مشارطة تحكيم وقعت في 11 من سبتمبر عام 1986. وفي 29 من سبتمبر عام 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها التاريخي بمصرية طابة، ليرفع علم مصر عليها عام 1989 بعد ملحمة سياسية وقضائية لا تقل أهمية عن الملحمة العسكرية.
عادت سيناء إلى سيادة الوطن. وبعد أن دارت على أرض سيناء أعنف المعارك والحروب، أصبحت دليلاً على ثمار السلام وتجسيداً لانتصار إرادته. وحصلت مدينة شرم الشيخ على جائزة مدينة السلام لعام 2000 و2001 على التوالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. كما احتلت كذلك مدينة شرم الشيخ المركز الأول كأفضل مقصد سياحي على البحر الأحمر. وشهدت المدينة العديد من المؤتمرات والمبادرات والاجتماعات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تدعم السلام والتنمية. سيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري. فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصاراً عسكرياً ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط. وتخوض الدولة حالياً معركة جديدة، معركة عنوانها البناء والتنمية، والتي لا تقل في تحدياتها وقوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار التاريخ. تلك المعركة التي تتطلب وقوف الجميع يداً واحدة انتصاراً للوطن. سيناء، الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء، البقعة المقدسة التي طالما مثلت لمصر عمقاً استراتيجياً، والتي تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين. في عام 2014 أعلن الرئيس السيسي عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى محاور تنمية سيناء في جميع القطاعات. وشهدت سيناء اهتماماً غير مسبوق وطفرة حقيقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث تم إنشاء 4 أنفاق سيارات أسفل قناة السويس، وافتتاح عدد من المشروعات القومية تتضمن منظومة طرق استغلال المياه بسيناء وزيادة الرقعة الزراعية في إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء وربطها بأرض الوطن، إلى جانب الربط بين ضفتي القناة. خطة تنمية سيناء تتضمن تنفيذ 312 مشروعاً لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة. تتضمن إنشاء مطار المليز البردويل، ويشتمل على إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول 3350 متراً وعرض 60 متراً، وإعادة إنشاء الممر المساعد بطول 3 كيلومترات وعرض 40 متراً. وتنفيذ مشروعات تنمية بمنطقة شرق بورسعيد تتضمن تنفيذ الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومتر وعرض 500 متر، وإقامة ساحات التداول والمنطقة الصناعية بمساحة 63 مليون متر مربع، وتنفيذ أحواض لاستزراع السمكي بشرق بورسعيد على مساحة 19,351 فدانا بإجمالي 5,906 أحواض، وتنفيذ بحيرة الصيد الحر بشرق بورسعيد على مساحة 10 أفدنة، وتنفيذ جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز ولها 3 أفرع، في الطور بعدد 6 كليات، وشرم الشيخ بعدد كليتين، ورأس سدر بعدد 3 كليات. مشروعات الطرق لها نصيب كبير في أعمال التنمية التي تشهدها سيناء، تتضمن إنشاء 24 طريقاً بإجمالي أطوال يبلغ نحو 1922 كيلومتر، فضلاً عن مشروعات الإسكان والتي تشتمل على تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي 80,995 وحدة سكنية.
و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام بشرق بورسعيد ومدينة الإسماعيلية الجديدة. كما يتم تنفيذ 14 مشروعاً في مجال الرعاية الصحية، منها إنشاء 3 مستشفيات ومخزن للأدوية ورفع كفاءة 10 مستشفيات أخرى بإجمالي 400 سرير. وفي مجال التنمية الصناعية تم تنفيذ 4 مشروعات تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط الثالث والرابع بالمصنع بطاقة إنتاجية تقدر ب 3,700,000 طن سنوياً، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما يقرب من 7,000,000 طن سنوياً. فضلاً عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة بعدد 4 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 3,000,000 متر مربع سنوياً. وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي فهناك 11 مشروعاً للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية تقدر ب6,000,000 متر مكعب مياه، منها إنشاء صحارة سرابيوم أسفل قناة السويس الجديدة بطول 400 متر لنقل 1,200,000 متر مكعب من مياه ترعة السويس لترعة سيناء الشرق، إلى جانب زراعة مساحة 5,000 فدان بالصوب الزراعية بشرق الإسماعيلية الجديدة وإنشاء مزرعة مانجو بشرق الإسماعيلية الجديدة بمسطح 1,640 فدانا. كما يتم في مجال الإمداد بالمياه تنفيذ 49 مشروع تضم محطات تحلية وتنقية، منها 20 محطة بإجمالي طاقة إنتاجية 450,000 متر مكعب مياه. وفي مجال الصرف الصحي يتم تنفيذ 5 مشروعات بمدن الشيخ زويد، بئر عبد، الحسنة، نخل، الطور. وعملت الدولة على إنشاء محطة تحلية مياه المحسمة على مساحة 10 أفدنة، وهو المشروع الذي وفر فرص عمل مباشرة لعدد 2,000 مهندس وفني وعامل، بالإضافة إلى توفير 5,000 فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة، عملوا على مدار 5,000,000 ساعة عمل كي يحققوا لسيناء حلم التنمية بإنشاء واحدة من أرقى محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في الشرق الأوسط. فمحطة المحسمة ليست مجرد مشروع لمعالجة المياه فحسب، بل أصبحت أملاً جديداً يفيض من خلاله الخير على أرض سيناء الطيبة، وتحقق لمصر طفرة تنموية بزيادة الرقعة الزراعية وفقاً لخطة مصر التنموية 2030. جهود التنمية في سيناء اشتملت أيضاً على مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، حيث تم تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، وتم توصيل التغذية الكهربائية لـ 22,000 مشترك، ليصل إجمالي سعات المحولات على الجهدين الفائق والعالي وداخل محطات التوليد لنحو 2,000 ميجا فولت أمبير، وكذلك زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنحو 793 كيلومتراً، ليصل إجمالي أطوال الشبكات على مختلف الجهود إلى نحو 11,778 كيلومتراً. كما تم تنفيذ العديد من محطات المعالجة الأخرى، ومنها محطة معالجة مياه بحر البقر التي تعد أكبر محطة للمعالجة الثلاثية في العالم، وتصل الطاقة الإنتاجية لها لـ 5,600,000 متر مكعب في اليوم، وتكفي لزراعة 400,000 فدان شرق القناة. وفي مجال المنشآت التعليمية يتم تنفيذ 46 مشروع تشمل إنشاء ورفع كفاءة مدارس وإدارات تعليمية، كما يتم تنفيذ 19 مشروعا في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية والترفيهية. هي إذن سيناء تلك البقعة الغالية التي قدر لها أن تكون شاهدة على بطولات ونجاحات عسكرية وسياسية وقضائية، وأصبحت الآن شاهدة على إنجازات تنموية وحضارية غير مسبوقة، ويظل العلم المصري يرفرف على أرض الفيروز ويتغنى بالسلام.